احنا في منطقة ميدان القلعة، وميدان القلعة اللي بيضم 5 مساجد، اقدمهم مدرسة السلطان حسن، يليه مدرسة جوهر اللالة، ثم مدرسة قنبية الرماح، ثم جامع المحمودية، واخر واحدث المساجد جامع الرفاعي. ليه بتقول لي مدرسة؟ احنا دايما بنقول عليه جامع السلطان حسن، الجامع الرفاعي، جامع كذا، ليه بتقول لي المدرسة؟ قد ايه المدرسة كانت مهمة في العصر الاسلامي؟ هو في توصيف للمدرسة، المدرسة لتدريس المذاهب الاربعة وتخطيطها صحن وايوانات، اما الجامع لصلاة ال5 صلوات زائد صلاة الجماعة والجمعة والاعياد، وتخطيطه صحن وزلال، ففي فرق في التخطيط وفي فرق في الوظيفه. هل العصر الاسلامي، واحنا هنا في قلب العصر المملوكي، هل العصر المملوكي كان مهتم بالدراسه، مهتم بالعلم، مهتم بالكتاتيب؟ اكثر عصر اهتم بالعلم كان العصر المملوكي، واكثر مدارس اتاسست كانت في العصر المملوكي، وعلى فكره المدارس دخلت مصر مع العصر الايوبي اما الهرس وصلاح الدين للقضاء على المذهب الشيعي، فبدأ يعيد المدارس السنية فعمل المذاهب الأربعة زي المدارس الصلاحية والمدارس الناصرية، وبباقي العصر الأيوبي المدارس الخاصة بالصالح نجم الدين أيوب والمدرسة الكاملية الخاصة بالكامل محمد. مدرسة السلطان حسن هي أعظم المدارس معماريا ومجموعة متكاملة بتضم ساقية، بتضم اسطبل، بتضم بيمارستان، 4 مذاهب يعني. أربع مدارس، قبة ولها عدة سمات، بها أعلى المداخل في العالم 37 متر 70 سنتي، بها تاني أعلى مأذنة بمصر والثالثة على مستوى العالم 81-75 سنتي في المأذنة الجنوبية، بها تاني أعلى القباب في مصر اللي هي القبة الضريحية 48 متر بعد محمد علي 52 متر،